أنواع المدرسين اللي بتقف علينا في اللجنة. السعاد، أنا نبهت مليون مرة بحب التوم الكتير في الملوخية، وأنت ما احترمتيش كده. بس أنت طالق بين ثلاثة سعاد، يلا لجنة سودة على دماغ أبوك. أقسم بالله أنا أقسمت وقسمي ده مش هيرجع. اللي هيبص ده مش كده ولا كده، ليلته مش هتعدي النهارده. بهزر معاك، انت ليه فكرت تتكلم بجد؟ بهزر. غش غش، طلع اي حد معاه حاجه يطلع كده يغش منها، بس اهم حاجه انجزوا نفسيكم. ايوه طلع، وانت كمان. ايوه الله ينور عليكم. هاتوا بقى كده يلا يا روح امك انت، وهو الحاجه اللي انت حاططها معاك عشان تغش منها دي. هات يلا اللي معاك ده. بس مش تبقى انت وزدالك انت هو. ابسط حاجة عندي امسك ورقتك اقطعها، مالكش عندي امتحان. ما تفكرش يتنونا من دماغك كده ولا كده، تمام؟ انت اللي تعرفه حلو واللي ما تعرفوش سيبه. ايوه الله يفتح عليك. انا احب الطالب السريع، ما يعرفش حاجة، ما حدش بقى يبرك ويلف ويدور على الاجابة. اداني الورقة وقال لي اتفضل. ما اعرفش. ايوه، ولو حد فيكم ما يعرفش ومفكر ان عاداته دي هتخليه حلو يبقى غلطان. انتوا لسه ما تعرفوش استاذ مدحت ولا ده الكلب.